محمد، استفدت من الكابتن سيد غريب؟ انا استفدت من كابتن سيد غريب بصراحه، يعني اهم حاجه بيتعامل مع اللاعب نفسيا قبل اي حاجه. كويس. يعني هو يعني بيتكلم مع اللاعب قبل الماتش، كل لعيب بيتكلم معانا دايما. وكابتن سيد غريب استفدت منه شغل فني كتير كتير بصراحه، يعني يعني في التمرين كمان، في التمرين تمرين يا كابتن اسامه يعني حاجه دايما بيقول لك على اخطائك عشان تتعلمها. طبعا طبعا يا كابتن اسامه بيتكلم معانا دايما في الاخطاء، في الحاجات السلبيه، بيتكلم معانا كل واحد في مركزه يؤدي ازاي. والحمد لله يعني قدرنا بكابتن سيد كمل في فتره صعبه طبعا، وقدر ياخد بينا البطوله الحمد لله. يعني عمر في الاول مسكه كابتن ياسر رضوان وبعد كده كابتن سيد غريب، قول لي استفدت من الاثنين، خاصه الاثنين ما شاء الله اثنين مدربين كبار. يعني هو ثلاث مدربين مش اثنين. حضرتك قلت اثنين، كان في كابتن معتزين في النص. طبعا كابتن ياسر كل واحد فترته كانت صعبه بطريقه مختلفه. يعني كابتن ياسر كانت فترته صعبه ان هو احنا كنا 70 لعيب فرقتين 2001 2002. انت عايز من 70 لعيب 25 لعيب. فده كانت يعني حاجه صعبه. انت ده الاختيارات في الاول في البدايه خالص، فدي لوحدها دي كانت حاجه صعبه. وطبعا يعني كابتن ياسر رضوان اسم كبير طبعًا. احنا كلنا اصلا نحب نشكره، وزعلنا اللي هو مشي وما قدرناش نكمل ونقعد معاه ونتعلم منه اكتر. كابتن ياسر يعني نجم كبير جوه وبره الملعب، كنا طبعا حابين ان احنا نتعلم منه اكتر، بس هو جاله حته ثانيه وربنا يوفقه. بس وبعدين كابتن معتز زينو برده مسك الفتره اللي بعدها، برده كابتن معتز عمل معانا شغل، طلعنا صعدنا اول على المجموعه بتاعتنا. وبعدين بقى جينا في المجموعه الاخيره زي ما قلت لحضرتك كابتن سيد مسك في اصعب فتره، يعتبر 8 ماتشات يعتبر كل ماتش فاينل. بس محمد الكابتن خالد بيه، واخيرا كابتن خالد بيه موفر لكم كل الامكانيات داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي. طبعا الكابتن خالد بيه قامه كبيره، والواحد بيعتز انه موجود في النادي مع الكابتن خالد بيه، وهو مش مخلينا محتاجين اي حاجه. بيوفر لنا كل الامكانيات وبيتكلم معانا، ده اهم حاجه، بيتعامل مع اللاعب نفسيا. وده بتخلينا يعني كويسين في الملعب. وانا بشكركم، بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكمان هيكون موجود معانا في نهايه الحفله وفي ختام الاحتفاليه كابتن خالد بيبو والمدير الفني مستر مايكل، هيكونوا موجودين معانا كده ومرحبين، يعني هيكونوا مشرفينا ان شاء الله النهارده في ختام الاحتفاليه، يعني احتفاليه كبيره لفريق 2001. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل مجموعه اخرى من ابطال 2001.